ليس فقط المملكة العربية السعودية التي ليس لديها برنامج لإعادة التوطين، صحيح. ولكن كل دول الخليج، وهي يعني من أغنى الدول العربية ومن أغنى دول العالم بعضها. ويعني هذا دليل إضافي على أن الدول الغنية يعني لا يهمها إلا خدمة مصالحها الذاتية، وعلى الرغم من المعاناة الإنسانية التي يواجهها اللاجئون في بلدان مجاورة مثل لبنان وسوريا وتركيا والأردن.